بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. يا واعظ الناس عما أنت فاعله يا من يعد عليه العمر بالنفس احفظ لشيبك من عيب يدنسه ان البياض قليل الحمل للدنس تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها ان السفينة لا تجري على اليابس كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق بالرجس والنجس ركوبك الناشي يمسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس ويوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ما للسماء تلألأت أنوارا ما للنجوم تعانق الأقمار الله أكبر هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا أدى الرسالة شاهدا ومبشرا ومع الضلال وجاهد الكفار اليتم في حق اليتيم مذلة وهو الذي باليتم عاد فخارا. صلى عليك الله يا عالم الهدى صلوا عليه وعظموا المختار. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا وتقبل الله عزاءكم جميعا. ومواصلة لفقرات هذه الليلة التي تكملت وتجملت برعاية مؤسسة الحي إبراهيم السنجري وأولاده وبذلك عبر أسير شبكات إذاعتنا المحلية الدولية ومن تقر الإذاعات الخارجية والصوتيات الحديثة لصاحبها الحاج محمد الخولي وأولاده في ليلة تكريم الوالد
الكريم والمربي الفاضل الحاج عبد الفتاح ابو غزاله والد الحاج ايمن ابو غزاله الحاج محمد ابو غزاله الحاج سعيد ابو غزاله الحاج احمد ابو غزاله الذي انتقل الى جوار ربه في هذه الايام الطيبه المباركه. ونيابة عن الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وعن الحاج أيمن أبو غزالة صاحب الأدب والواجب في كل مكان وزمان باسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة يتقدمون بأسماء آيات الشكر والتقدير إلى كل من أتى إلى هنا ليؤدي واجب العزاء. إخوتنا إخوة الإسلام والإيمان كل شيء في الدنيا وله حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد فهي بنا لنعيش مع قرآن يخرج من آل قرآن آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم اتلو علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الشهير قارئ إذاعة مصر والعالم الإسلامي وأحد أعلام دولة التلاوة في فن وتجويد القرآن الكريم علم أعلام محافظة التقهلية وسفيرها الدائم في جميع أنحاء الجمهورية والذي شرف مصر في أكثر من دولة عربية فضيلة القارئ العلم الشيخ أحمد الشحات نشيد ندعو الله لفضيلته بالتجلي والتوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Oh,
إنما أنا بشر مثلكم يوحى قل إنما
قل إنما
نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له قال ربي أنى يكون لي غلام. قال ربي أنى
خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام شيئا.
قال رب فخرج على قومه من المحراب وَحَنَانًا مِنْ لَدُنْهُ
وكان تقيا
فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا نسيا
صحبتك سريا. فنادى
ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت والعالمين العربي والإسلامي علم أعلام
الذين في تغمرهم بمحافظة التقهلية وسفير هدائر في جميع أنحاء الجمهورية، والذي شرف مصر في أكثر من دولة عربية، فضيلة القارئ العلم الشيخ أحمد الشحات لشيخ. إخوتنا إخوة الإسلام والإيمان، نقلنا لكم عبر أسير شبكات إذاعتنا المحلية الدولية ومنتقل للإذاعات الخارجية والصوتيات الحديثة لصاحبها الحاج محمد الخولي وأولاده المقيمين بالعوسكة مركزية بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإسلام والإيمان، تنقل هذه الليلة من داخل كبرى شركات وأفرادنا الفراشة الأهلية، ومن داخل لولات السرادقات وأضخم محطات الديزل الكبرى والخيام المكيفة لصاحبها الحاج إبراهيم السنكري وأولاده، الحاج إبراهيم السنكري وأولاده المقيمين لهذه البلدة الطيبة أهلها. أكرم أيضا إلى مصور هذه الليلة المخرج العالمي أحمد الجعبري، مقيم بنضيف بيت غمر بمحافظة التقهلية. أشكر أيضا إلى أصحاب الخدمات الفندقية المتميزة، إدارة مجموعة كوفيات الرئيس محمد أبو المجد والرئيس سيد وجيه الشال، المقيمين بالزمرونية مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية. إخوتنا إخوة الإسلام والإيمان، ومشاركة منا إلى الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، أسرة الراحل الكريم الحاج عبد الفتاح أبو غزالة والد كل منكم، الحاج أيمن أبو غزالة، الحاج محمد أبو غزالة، الحاج سعيد أبو غزالة، الحاج أحمد أبو غزالة، باسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، ونيابة عن الحاج أيمن أبو غزالة علم الأدب والواجب في كل مكان وزمان، باسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، وباسم أنسابهم وأصهارهم وأقاربهم، وباسم أبناء العمومة جميعا يقدمون بأسماء آيات الشكر والتقدير للسادة أصحاب الفضل والأدب والواجب في كل مكان وزمان، وإلى كل القيادات السياسية وإلى كل القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، أعلام ورموز الواجب بجمهورية مصر العربية وبمحافظة الشرقية والقليوبية والتقهلية، وإلى السادة النواب وإلى السادة المستشارين وإلى السادة العمر ومشايخ البلاد والقرى المجاورة. إخوتنا إخوة الإسلام والإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.